صبري وبابر في التشكيله بالنسبه للفريقين. صلاح بدل التبديل والاسماعيلي لم يجري ولا تبديل. عبد الستار صبري عادي شوف بيحط نفسه ازاي. هذه الخبره ممتعه في الحي ولد عالمي عالمي. هذا الهدف هو محمد ابراهيم نجم نادي الزمالك. يا ولد يا ولد يا لعيب ايه الجمال ده ايه الجمال ده. هي بدايه احداث الشوط الثاني قد تكون مبشره بالخير بالنسبه للاسماعيلي وايضا بالنسبه لنادي الصلاح. هدف جميل جميل. انما شوف يا جماعه ازاي وقف عبد الستار صبري على كورته وادي الكوره على طبق من ذهب. وهدف جميل جميل جميل. ممكن يكون الجول بتاع الويك او ممكن يكون الجول بتاع الاسبوع. اللاعب محمد ابراهيم يعطي درس كبير جدا في التصويب من خارج ال 18 على يسار حارس المرمى محمد صبحي. ويعلن نادي صلاح الجيش عن اول اهداف اللقاء. محمد عبد المنصف ليعلن عن هدف التعادل في الدقيقة كام؟ الدقيقة 30 من بداية الشوط الثاني. 1-1 واحد الجونة واحد المقصة. الكرة اتلعبت حلوة حلوة حلوة. استلم الراجل وعدى من جمعة وعدى من عمرو الصفي وضعها على يسار الحارس محمد عبد المنصف بالقدم. محمد ابراهيم بيسدد هوبا الكره. واو، 9 هدف.
للي ماما يا للي ماما يا ما تتي يا ما نمبا يا ما سما يا يبون يا ما نمبا يا ما تتي يا ما نمبا يا ما سما يا يبون يا ما نمبا يا ما تتي يا ما نمبا يا ما سما يا يبون يا ما نمبا يا ما تتي يا ما نمبا يا ما سما يا يبون يا ما سما
darkness follows evening, and the darkness takes control, and we're waiting for anybody. Follow your lonesome down the road. I got you on my mind. I got you on my mind. Only you on my mind. I got you on my mind. When the journey's never ending, and the road is rough and tiresome, and your feet they run to anybody, take away the toil and trouble. Cause there ain't nobody, let's say.